يعني كاين في المرتبة السادسة اسمين، كاين اسمين، يعني كنا تشاورنا مع المشرف العام أنه يكونوا سبعة في النهائي، كنا قلنا ستة، ولكن نظرا لتقارب النقاط والمستوى راح يكونوا معنا سبعة إن شاء الله في النهائي، وما تزعفوش علينا، وهذا راه كما يقول لك أكيد إيه، يعني لأنه لقينا النتائج متقاربة، أكيد أكيد، ولا خاسرة مع القرآن الكريم. ندعو إلى المنصة هنا خليل الروابح، تفضل خليل، خليل الروابح إلى المنصة، تفضل خليل، جامعة المسيلة ومن ولاية برج باريش. أدعو أيضا باسم حلب إلى المنصة، عماد سلامي إلى المنصة، يوسف إلى المنصة، يونس إلى المنصة، كان الاختيار صعب جدا، كان صعب الاختيار. نعم تخافوش، احنا لازم نديروا شويه سسبنس، ولكن يعني كانت اسماء كنا نتوقع راح تتاهل، ولكن للاسف يعني دوك هذه هي اللجنه تحكي. فاطمه الى المنصه، نعم لا لا مش يستر، دوك نوضهم كامل. لقمان تفضل معنا، يعني هل شاهدتم في نصف نهائي ولا مرة أعتقد في التاريخ أسرع إعلان النتائج اللي رام جالسين هم اللي تأهلوا النهائي؟ السلام عليكم. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة، اللي جالسين هم اللي تأهلوا النهائي، باش ما نتعبكمش، هنيئا لكم. الأسماء، نعم بعد أن تم الإعلان بطريقة سريعة، معليش بسمة، أسماء المتأهلة: بن كمشي البتول، شريفة محاوشي، عادل بن نايلي، باهي عادل، وجدان كثير، المرتبة السادسة بالمناصفة بقبال رحاب وأسماء برور، يعني كنت في المرتبة في نفس المرتبة. هذه النتائج النهائية، هذه هي الأسماء التي ستشاهدونها غدا بحول الله تعالى بقاعة عبد المجيد علاهم بجامعة المسيلة، نهائي الطبعة الأولى من مسابقة ترانيم لتجويد وترتيل القرآن الكريم. هنيئا لكم وهنيئا لكم، يعني هي بعض الصور فقط، كانت صعوبة في اختيار الأسماء وبعض النقاط، يعني بعض الجزئيات، وأنا أعتقد بأنكم جميعا اتفقتم يعني على هذه الأسماء، يستاهلوا كامل، يعني ما شاء الله. ممكن تصدينا الكاميرا اللي راهم فرحانين بأصدقائهم، يعني عادي، هنيئا لكم، وإن شاء الله نتمناكم نشوفكم الموسم المقبل بحول الله تعالى. شكرا أيضا للشريك الإعلامي استوديو السقر الذي يقوم بتغطية هذا الحدث، وأيضا ياسر وأسامة مسؤولي خلية الإعلام بنادي شباب توداي،